مساكم الله بخير مرة ثانية. يقول صدى قاف طارق صوت دخلني التابوت. صدى قاف طارق صوت دخلني التابوت من الشاعر اللي ذوق حرفه على كيفي. تمسك بفرضه وارضه الحاي ماته قوت حلاله من ياخذ علي للمشاريفي. كرب جرحه الماكن بصبره وشاته شوت. وهذه سوات مدبرين التصاريفي لو يورد حب العفيفة البطن الحوت على العز يوم اللاش ما له معاريفي. صح لسانك يا أحمد. والحين بنستمع لأبيات شاعرتنا تهاني التميمي. تهاني تفضلي. أنا يا القصيلي لا مويضي ولا بخوت، بسولف وبتقرى الشقة في سواليفي. في 20 مارس راح أبوي يفدجى تابوت، وهذه سنة والحزن يكسر مجاديفي. يا ليته هنا جنبي وفي المشهد المنحوت، يا ليته هنا جنبي وفي المشهد المنحوت، وسط ذاكرة بكرة يهيجن تواصيفي. خذ القاف لك مغنى وخلى الكلام القوت، وكون ضمادك من عناي ومعازيفي. صح لسانك، فالك توفيق. تهاني سالم من كدح الراشدي، الكلمة لك شاعر. يقول ألا يا علي بيحت لي همي المكبوت، سبايب هوا خل عجيب التواصيفي. أنا العاشق اللي في المحبة ما هو مبخوت، حدتها الليالي للعنا والتحاسيفي. رمى الصبر في بحر الغياب ولقمها الحوت، رسال الوطى من عقب روسه المشاريفي. وللحزن في صدره وطن والهموم بيوت، سكنها الفراق وعمرتها الصواديفي. صح بوحك يا بن كدح. وفالك النهائي عبيد بن خصيف الكعبي، تفضل شاعرنا. ولو يا القصيلي قلت وسهبت في البيوت، ألا ليت شعري مثل سحب مراضيفي، وتمطر ينوب وين يسكن سحر هاروت، من العام ما يابو علومه مناكيفي. أيا ونتي ونت كبيرا غدا مكفوت، فعايل زمانه في الضلوع المهاديفي. صح بوحك يا عبيد. أيا ونتي ونت كبيرا غدا مكفوت، فعايل زمانه في الضلوع المهاديفي. إذا طولوا ربعه سبقهم عليها الفوت، بروح انخذتها دار حلو التواصيفي. صح بوحك وفالك البيرق. الحين نستمع لأبيات فواز الزناتي العنزي، تفضل يا فواز. يقول القصيلي، يقول القصيلي في فراقه ما حد مبخوت، وانا طارق القيفان ما هو على كيفي. عقاب العنا يسطي على اللي بقلبه نوت، وانا ساطي الفرقه فلم بلقى سيفي. بقاياك يا طير الوصل ريشك المحتوت، تذره هبوب البعد بعلى مشاريفي. يا بحر الهوى وفراقنا صار مثل الحوت، بلعني بعد ما الوقت كسر مجاديفي. فالك التوفيق يا فواز. الكلمة الأخيرة لك يا نبهان السلطي، تفضل. وانا حن مثلك يا القصيلي وعفت القوت، على اللي فراقه تمتلي به سواليفي. سكنت الحزن كني سجين في بطن الحوت، عقب ما كسر موج الليالي مجاديفي. فلا عاد حبل الوصل ما بيننا مسموت، ولا طلت عيون اللقى من مشاريفي. دفعت الصبر لكن كف الامل مكفوت، فراقه غصب ما هو بكيفه ولا كيفي. صح لسانك يا نبهان. والحين نستمع لاراء لجنه التحكيم، تفضلوا اساتذه.